هاي جايز، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف ألف خير. انتوا عم بتشوفوني بفيديو اليوم. يوم اول شيء مبروك 7 مليون جايز. اه وصلنا 7 مليون. ايش رايك نسوي فيديو بمناسبة 7 مليون؟ ايش هو الفيديو؟ ما ادري، يعني فكرة هيك حلوة. اكتبوا لنا افكار نسويها بكوريا لنحتفل ب7 مليون. ثانك يو جايز سو باتش، كثير بحبكم، وكانت هاي الرحلة احلى رحلة بحياتي ولسه مكملة ان شاء الله. المهم بفيديو اليوم راح نسوي شيء ممكن اندم عليه وممكن ما اندم عليه. اي ثينك لما تشرحي لهم الفكرة حيقولوا انك حتندمي. راح افرغ شعري ابو شيماء الهور. حابة هاي الفترة انه شوي اللوك مالتي يكون فيمينين اكثر. احس انه الشعر الاسود رغم انه اي لاف ات وكلش فيمينين، بس حابة انه يكون سوفت اكثر، حابة انه ملامحي تكون انعم اكثر، واحس انه اذا صبغت شعري ملامحي حتكون انعم. امس لانه احنا باي ذا واي احنا بكوريا، احنا بكوريا، اذا ما متابعيني على انستغرام روحوا تابعوني سناب شات. هون اسمي على انستغرام، هون اسمي على سناب شات، هما نفس الاسم. امبارح انا ونور رحنا لمكان اللي هو color analysis اللي بيحطوا الالوان وبيشوفوا اي لون شعر بيناسبكم اكثر واي مكياج بيناسبكم اكثر. وامبارح حكيت لي انه اسوأ لون علي هو الاسود. مو اسوأ لون، لا حكيت لي اسوأ لون علي الاسود. اسوأ لون؟ لا حلو عليك بل حتى ملابس شعرها اسود. لا شعرها بني. اليوم حابه انه اغير، طالما انه احنا بكوريا بلد الصبغات، تغيير. بلد التغيير، بلد الكيوت. نور اطلعي برا الفيديو. فانا راح اصبغ شعري اليوم، وكمان نور راح تصبغ شعرها باي ذا واي، فاحنا الاثنين راح نروح نصبغ شعرنا ومش ماخذين موعد، مش عاملين اشي. راح نروح على الصالون نحكي لهم اصبغوا لنا شعرنا. وباي ذا واي ما عندي اي فكره اي لون راح اصبغ، بس انه روح يقول لك احنا فول اصلا اليوم. اشتركوا عشان وصلت معنا مليون، وكمان حطوا لايك للفيديو، اشتركوا بالقناة، وحطوا لي تحت التعليقات شو حابين اسوي لكم فيديوهات بكورية، ويلا نروح نصبغ شعراتي. ووصلنا للصالون، واول شيء حنسويه انه حنحط اغراضنا باللوكر. باللوكر فهنا ينطونا خزانة وبها مفتاح، ونحط الشنطة ونسكر عليها ونقفل. بعدين بنلبس، بعدين يلبسوا هذا الشيء كوت مختبر. راح نروح نسبق شعرنا. قومونا قاعدونا بمكان ثاني، وحاليا دا يبلشون بنور. اي ثينك انه بالبدايه حيسوون تست ستراند، لانه انا شعري مصبوغ اسود، فلازم يتاكدون اذا شعري ينصبغ او ما ينصبغ. أنا متأكدة إنه راح يسووا له بليتشينج. I think حيسحبون لون، وأني أوردي شعري هذا مسحوب منه لون مرتين. لما بيتدمر شعري أتوقع حيطول، يعني أنا عمري لسه 21 سنة، بعد 5 سنوات لا إن شاء الله حيطلع شعري كتير حلو وحتحبوه. أنا بعرف إنه حأشتاق للأسود كتير، وأنتوا حتشتاقوا للأسود، بس تغيير. وراح نجرب الشاي المثلج الكوري. واو شاي مثلج كوري. حسيت حالي صغيرة. لذيذ بالخوخ. هذا شاي كوري بلاش. حاليا رح نحمي ظهري من الصبغ. تحط لي اكياس عشان وخاولي منشفه. يا اخي بالعراقي خاولي يو نو، ثقيلة الكلمة خاولي، بس هيك بالسوري منشفه. اوكي وهسه رح نبلش الروحة اللي بدون رجعة يو نو. اسوي تست على هاي الخصبة. واسف على صوت الشسوار، بس انا شو اسوي بالصالون يا جماعة؟ اوه تحطون هذا الشيء الحار. حسيت حالي بمركبة فضائية. طبعا هسه دا يختارون لون شعر نور. نور اوريدي شعرها بني، فهو دا يدور لون مناسب لشعرها. خليني اقولكم يا لون اني حابة نور تسوي، بس دا يقول انه هذا شوية فاتح على شعر نور اللي هو هذا. لو بيدي كان سويته، بس اعرف انه اذا سويته راح اضوج منه بسرعة. هنا جابوا الالوان مال من الاغمق الى الافتح، واظن اريد اسوي شيء بيتش. قررت رح اسوي ما بين 9 و10 او 10 و11، انه بين البني مو كلش غامق بس حماتي مو كلش فاتح. بس قلت لي انه لانه شعري اسود ولانه صبغته اسود احتمال ستينز، يعني بقع، يكون في بقع. فرح تسوي تست، رح تسوي اختبار، رح تختبر هاي الشعره
وتشوف اذا حيصير او لا. وهسه حتشيل التليفون في الكيلون، الكيلون في السيفون، الكيلون في السيفون، هنشوف اذا اشتغل او لا. صباح ما اعرف انتبه لو ما انتبه ما انتبه يا جماعة. نحن نمر في مشكلة عصيبة، ده يقول لي انه هاي ما تغيرت، ظلت 10 دقائق واللون ما اخذ. فقال لي اصلا اذا لون شعري الفوق حيكون بني بس هذا حيكون اسود لانه انا صبا شعري اسود. فقال لي ما اعرف، هسه قال لي حيشوف شنو نقدر نسوي. حنجرب يا جماعة لانه ما راح اخلي هذا الفيديو يروح هباء عليكم. بس اكو هنا هاي الخصلة تشوفون انه هنا صارت فاتحة، بس هنا شوية صارت نفس لون شعري العادي. فهنا راح تحاول انه تمكس الوان وتسحب هذا اللون الاسود اللي جوه وتخليه نفس هذا اللون البني. فاي ثينك انه هيك راح نسوي، على مود نخلي لون واحد. وقالت لي انه راح تحاول بتقدر له. فاليوم تقنيا بنجرب بشعري، حنشوف خاطر حاجرب وان شاء الله خير. اوكي بدي احط شيء على راسي بس كلش بارد ما اعرف شنو هو. توكلنا على الله. حاليا صبغوا شعري من جوا like الاطراف مال شعري، واي ثينك عفوا الفروه حتى يفتحون الجوا بعدين يروحون للفوق، لان الفوق يتفتح بسهوله بس الجوا شويه صعب. وبلشت اشتاق لشعري الاسود يا جماعه. انا يمكن عندي شويه خلل بالشخصيه، انفصام بالشخصيه، انه اسوي شيء بعدين اندم مره ثانيه، بس اتس اوكي. الاسود موجود التغيير والعشرينات وما اعرف شيء، اكو عبره بالموضوع بس ما اعرف وينها. المهم انه لازم اي ثينك ننتظر شعري. شو هيدا يا عايدة، ان شاء الله يزبط. تخيلوا بعد كل هذا ما يزبط، يا رب يزبط، يا رب 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 امين. هلو، احنا الاخوات اللي نصبغ مع بعض، نسافر مع بعض، نطير مع بعض، صراحة احب هذا الشيء. الحمد لله احس ربي عوضني بنين. والله بنين اذا تشوفين هالفيديو وانت تسوين اديت اي لاف يو، اموت عليك، انت احلى هدية من رب العالمين الي، اموت عليك. اوكي بس اعتقد انه لون شعري حيطلع احسن من لون شعرها. رح تقولوا لي ليش نور؟ لانه انا نصحتها ما تصبغ، لانه قالوا هم يعني اكو احتمال انه يطلع، ما ادري خايفه على شعرها صراحه، يعني احس لو تتركه يطول. anyways ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يطلع لون حلو، بس انا حابه اسوي لون افتح. هل هذا الشيء يعني صح؟ ما ادري. وبدات تحط التريتمنت على شعري مثل ما شايفين، اظن التريتمنت ما بدي اسوي، يمكن تصبغ بدي تشوف الشعر شلون صار. نور اوريدي راحت تغسل شعرها واني عفتني لوحدي، واني بعدني يصبغون. وقالوا لي انه هنا راح يكون شوي اغمق، انه الجو حيكون شوي اغمق من الفوق، والفوق اوريدي بلش يتفتح. تقدرون تشوفون شقد شعري من فوق فاتح. حاليا حنروح ونغسل شعراته. اوكي لحظة تحمست، لانه احس انه شوية وجهي فتح اكثر، ما اعرف اذا تفهمون قصدي، بس لانه شعري فتح احس وجهي شوي فتح اكثر. انه من ارجع لدبي لازم انه لك بعد شهر او شهرين ارجع افتحها همتين نتفة، بعدين ارجع افتحها همتين نتفة حتى احصل اللون البني اللي انا عايزه. غسلنا الشعر وكلش حلو، يعني فاتح بس الطريقة كلش حلوة، وبي يعني صراحة بي سبوت أظن، مو متأكدة 100%، لازم أشوف بالمرأة يعني انتظروا. يعني فاتح على غامق على فاتح، بس إنه حسيت إنه فتح ملامحي أرونو، بس كلش حبيته. بالعادة من أسوي شعري أقول بس ما أعرف هذا حبيته، رغم إنه بي أكثر من لون واحد. خلينا نبلش ونشوف شلون يطلع النتيجة النهائية، لأنه أحس هسه لأنه مبلول ما نقدر نعرف 100%. اوكي يا جماعة، فروتي كلش بنية واطراف شعري كلش سودة،
وهم صارهم ساعتين يتناقشون بلغتهم ما أعرف شنو دا يصير، بس بيت أمرون شون يسمون شعري كله بني، وأنا حابة أفهم المؤامرة مالتهم لأنه أنا هم ما تنحب أعرف شلون أسوي شعري بني. باي ذا واي نور هنانة سوت أول صبغة، نور رح تصبغ مرتين لأنه حابة تفتح شعرها، فصبغت أول صبغة وهسه حتصبغ الصبغة الثانية. هلأ وقت صبغة رقم 2 ورح نصبغ شعري بس من فوق، وبنغسل الشعر للمرة الثانية. وهسه دكنا والفوق حسيت إنه شوية صار أغمق، يعني حسيت إنه رجع أسود فجأة، بس سألتها إذا أسود قالت لي لا مش أسود، بس هنغسل ونشوف. أوكي يا جماعة، وغسلنا شعري للمرة الثانية، قالت لي إنه من ينشف رح يكون نفتح، بس أوريدي صراحة إنه أنا حابة اللون كلش هواية، حتى هو مبلول وشوية غامق انه جاي اسود على بني. هاي هاي جايز، سي سبسكرايب سبسكرايب جايز، انا مود نوصل 8 مليون مشترك. هاي اول مره اصبغ شعري بدون ما اقصه، دائما من اصبغ شعري اقصه، ومبين هو اسود حاليا بس اسود فاتح او بني كلش غامق، بني اسود. فخلينا نبلش انش اسود. اوكي يا جماعه، انا بنص شعري وحاليا حشوف شعرنا. اوه واو، صراحه كلش فاتح بس لا كلش حلو. شايفين على المرايه؟ لك اتس نايس. اوكي يا جماعه، وهذا هو اللوك النهائي. اظن تقدرون تشوفون انه بي لمعه بنيه، يعني هو مو كلش بني فاتح ولكن افتح من الاسود اللي كان شعري، يعني تقدرون تشوفون منه انه فيه لمعة بني. صراحة كلش حبيته، والشسوار مالتهم مو طبيعي مو طبيعي، شقد حلو شقد جميل، واللون طلع مثل ما اني اريده، شوية اغمق بس مثل ما اني اريد. بس لسه في شي رح اعمله معكم. واو جايز، اوكي قررت انه مو قررت انه اي ثينك انه انا قلت لكم انه اريد اصبغ حواجبي، طالما انه الشعر فتح كلش شوية انه اغمق درجة بني، قررت انه افتح حواجبي درجة افتح من شعري. فعشر دقائق ونشيل الصبغ مع الحواجب. وباي ذا واي لاحظت انه اغلب البنات اللي يكون شكلهم كلش سوفت وكلش هيك ناعم وفمنن تكون حواجبهم درجة افتح من شعرهم. وفوالاو جايز، هذه هي النتيجة النهائية، وطنشوا انه اني ما عندي حواجب. اوكي صارت وياي مصيبة وحواجبي راحوا. اوكي اكو فد واحدة ادبسز شارت لي حواجبي، بس حواجبي راحوا مو هنا يعني من زمان، بس لانه هسه من صبغولي شالوا الرسمة مال حواجبي، بس تشوفون حواجبي الحقيقية. بس حلو انه هم فتحوا لي حواجبي، فهسه انا رح اركض للمحل اشتري قلم حواجب لونه بني، وشنو همتين رح ارجع للفندق على مود اراويكم شلون الشعر كلش حلو. تقدرون تشوفون اللمعة البنية، بس هو بني غامق like chocolatey. باع نونو شعرها كلش حلو. I love the color. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كلش جميل 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 جميل. anyways يلا بروح اشتري. راح توفقت فيه حواجب. انا كنت خايفة، كانت خايفة حبيتي. واول ما غسلوا شعرها وجيتي قالت شو لك بنين شهادة حلو، بعدين لما شفت صورة وشافت شلون ظلت تصور بروحها. anyways يلا بروح اشتري قلم حواجب. بس شايفين ايش قد حواجبي صارت فاتحة، انا مصدومة انه احسني انسانة جديدة بهذا التغيير البسيط. المهم يلا بروح اشتري قلم حواجب واشوفكم بالفندق. ورجعنا للفندق، مثل ما شايفين الدنيا ليل حرفيا، من الساعة 3 للساعة 9 احنا بالصالون، والاختلاف كلش كلش بسيط، والمشكلة انه ما عم يبين على الكاميرا، بس حواجبي كتير مبينين، بس شعري بحسه ابدا شوي مبين، انه شوي مبين لما برفعه هيك مبين البني اللي فيه، بس مبين اسود اكتر من ما مبين بني، بس بالحقيقة وعلى التليفون ببين بني، بس على الكاميرا ببين اسود، وهو اسود بني. بس anyways اسمعوا، انا جهزت نفسي ورحت لأوليف يانغ اللي هو أكبر محل سكين كير ومكياج بكوريا، وباي ذا واي عندي كتير مشتريات مشتريتهم من هون، فانتظروا الفيديو الجاي على مود تشوفوا كل شيء. المهم فهلأ حأفتح، ما حأفتح كل إشي لأنه اشتريت أكتر من شغلة، بس حطلع الأشياء الرئيسية اللي اشتريتهم اللي هم هدول.
اوكي اشتريت اقلام حواجب ومسكره حواجب كوريين. اوكي انا بالعاده ما بستخدم مكياج كوري صراحه، بس اليوم اشتريت لانه كنت مستعجله وما عندي قلم بني، كل الاقلام اللي عندي لونهم اسود، فرحت للمحل وقلت لهم المحل انطيني قلم حواجب، انطيني قلم حواجب. فهلا رح اعمل حواجبي. اوه هذا يمكن شوي غامق. لا مو غامق، بالعكس فاتح. يلا عادي، اصلا الحياه تجارب وتعيش وتجرب. الشعر يطول. اصعب شيء بالعالم انه ترسموا حواجبكم بقلم كوري، واحس انه بالكاميرا مبين انه شعري كلش اسود وحواجبي كلش بني. اظن انه بعد فتره راح اروح الصالون بدبي وراح اشوف اذا اقدر افتح شعري لهيج لون، انه شلون لون حواجبي. وباي ذا واي هماتين جبت مسكارا مع الحواجب، جربها وياكم. هماتين لونها بني، المفروض انه تنطي لون بني. اوكي جايز، اذا ما متابعيني على انستغرام احس انه هاي خامس مرة اعيدها، تابعوني عشان احاول اصور لكم اللون احسن، واحس انه باكر الصبح بالشمس راح اصور لكم اللون، انشر ستوريات وصور واشياء باللون البني. اتمنى انه شوية يكون مبين، احس ابدا ما مبين بالكاميرا، نتفه مبين. بس صراحة I like it. قلولي شنو رأيكم، تغيير كلش بسيط بس كلش حلو. وصراحة كلش هماتي حبيت الحواجب، حسيت انه خلوا ملامحي انعم. بس هذا كان فيديو اليوم، انتظروا الفيديو الجاي اللي هو فيديو مشترياتي. وهماتين قلولي شنو حابين اسوي بكوريا. وبس احبكم كلش كلش هواية للأمر والرجوع. باي باي، love you guys، love you، love you.